لطالما عانت الجزائر من هجرة الأدمغة خاصة في المجال الطبي، اليوم ها هي تسترجع الجزائر أحد كبار جراحها دكتور لطفي، الذي فضل الاستقرار في بلده وفتح مركزا للقلب والجراحة الصدرية خدمة للمرضى الجزائريين. مع صابرين أبو عبلة، بعد 35 سنة من الهجرة خارج الوطن قضاها الدكتور لطفي في أبحاث كللت بإنجازات عظيمة في مجال جراحة القلب. اليوم استقر الدكتور بالجزائر ليضع كل خبراته في صالح المرضى الجزائريين. كان أشخاص اللي كانوا من بين الأسباب الكبيرة اللي خلتني أنني أدخل هنا إلى البلد وأشارك إخواني يعني في الصحة، وهو سيد الوزير عبد الملك بوضياف الذي كان له يعني دور فعال لمجيئي للبلد. على كل حال هذه تقنيات مش حاجة معقدة، ولكن بإمكان العمل بها هنا في الجزائر، ولكن مساعد تكوين لازم يكون فورماسيون كونتينيو بالنسبة للجراحين ومساعدتهم على أساس يعملون بهذه التقنيات، لأن هذه التقنيات عندها نتيجة جيدة بالنسبة للمريض، خاصة أسيستون سيركولاتوار. هذا الدبلوم دو شيروجي، لو دبلوم دو شيروجي كارديو فاسكولار ادولت. شهادات عديدة وبراءات اختراع في المجال الطبي سمحت للدكتور لطفي باكتساب أكبر الخبرات وتجسيدها في المركز الدولي للقلب الذي أنشأه بوهران. S'il y a un problème, ça nécessite le bloc opératoire. Nous avons tout. Nous avons l'agrément, nous avons tout. هو اللي أتمناه أن مدينة طبية في الجزائر تكون يعني أشياء محاطة بالمدينة الطبية على أساس تكون تسهيلات من ناحية الطيران، من ناحية الميناء، من ناحية الطرقات إلى آخره، ولكن يبقى دائما بلدي. الدكتور لطفي مثال عن العقول الجزائرية التي صنعت بإنجازاتها بصمة عالمية، ولكنها ورغم ذلك قررت الرجوع للجزائر ليستفيد منها أبناء وطنها.